اهلا بيكم وحلقة جديدة مع محمد سيف مع جيمنج عبد السلام. والنهاردة هلعب بال اهلي. ودلوقتي خلينا نروح الى مباراة المقاولون العرب. ودلوقتي بدأنا المباراة، الكرة مع المقاولون العرب، هي اصلا بدأت معاهم وكل سنة وانتم طيبين كلكم طبعا جميعا. ده سوبر ستار مروان محسن، انا بلعب ماستر ليج. مروان محسن قطع منه، توصل الى محمود عصام يكمل بالكورة، محمود عصام تاني يكمل، ولكن ما تتجوز، ولكن فاول لمصلحة محمود عصام يعني للمقاولون العرب. ادي هنا حسام عاشور يناولها لمروان محسن، مروان محسن الى رمضان صبحي، رمضان صبحي الى احمد الشيخ الى مروان محسن، وجون يا ولد، ايه الحلاوة دي؟ وادينا دلوقتي بدأنا رجعنا تاني الى المباراة. فاول هنشوف في مصلحة مين، تقريبا لمصلحة حسام عاشور، ايوه بالفعل. ورامي ربيعه يديها لصالح جمعه، صالح جمعه، معلش، احمد فتحي ما يكملش من الدفاع، ولكن فاول لمصلحه وهاب اسماعيل يناولها لفادي نجاح. امير عبيد لابراهيم صلاح، وصالح جمعه توصل يقطعها منه، ولكن مع محمد سمير يقطعها تاني، توصل لصالح جمعه الى احمد الشيخ. يا راجل مروان محسن يسدد، ولكن الحارس يصدها. محمد الشناوي يناولها لعمرو السولية، دلوقتي الكرة توصل للمقاولين، ولكن تصطدم في الدفاع. وادي كده الشوط الاول ينتهي بنتيجة 1-0. وادي دلوقتي دخلنا في الشوط الثاني. تقريبا انذار او طرد، هي اكيد انذار، ممكن تبقى طرد، لا ما فيش حاجه، ولا انذار ولا طرد. وعاوز بس افكركم يا جماعه بس ان ده كاس مصر. محمود عصام، لا احمد فتحي قطع، لا احمد الشيخ لمروان محسن، مروان محسن يحاول يرقص، مروان محسن لا، رمضان صبحي، ولكن تخرج بره ارض الملعب. وادينا دلوقتي في الدقيقه 60، انا من المرات يا جماعه وانا هلعب كل اسبوع مره بس. وادي دلوقتي الكرة مع صالح جمعة، رمضان صبحي، لا يا راجل، احمد الشيخ، خلاص كده فاضل دقيقة يعني النتيجة واضحة قدامكم.
الأهلي، والحمد لله كده الأهلي. نشوف هيلعب ضد مين في السيمي فاينلز. أدي كده نشوف سموحة يلعب ضد سموحة هيلعب ضد الإسماعيلي. لا، الزمالك هيلعب ضد الإسماعيلي، وانا والاهلي هيلعب ضد المصري المقاصر، وان شاء الله ننتصر على مصر المقاصة. خلينا نشوف، خلينا نشوف المباراة الجاية هتبقى ضد مين. المصري في الدوري المصري. خلينا بس نشوف السكادجول بتاعنا. طيب هنا في قدامنا احنا لعبنا خلاص كده، لعبنا النصر والزمالك كده، ناقصنا المصري والفريق ده، وده اللي انا معرفهمش. وكده بعديها هنشوف النتائج. شكرا لكم، يا ريت تعملوا لي سبسكرايب ولايك. سلام عليكم.